قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة أحب أقول ربنا يزيد ويبارك اللي اخترع الوصفة دي، علشان هو وفر علينا مجهود كبير قوي، وفر علينا وقفة في المطبخ كبيرة جدا جدا، ربع ساعة بس في المطبخ وهنطلع بأحلى وأطعم طبق كسكسي بالسكر ممكن تعمليه، حلو قوي للفطار، حلو قوي في سناك في وسط اليوم. هنعمله مع بعض النهاردة من غير دقيق كمان، من غير لبن، من غير الحلة المخصوص اللي بنعمل فيها الكسكسي. ازاي هنعمل ده كله؟ كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو، تابع معايا الفيديو واحدة واحدة وهنطلع مع بعض احلى واسهل واطعم كسكسي ممكن تتخيليه. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في وصفتنا. بس طبعا قبل ما نبدأ ما تنسينيش في لايك وشير للفيديو. اول حاجة والمكون الاساسي اللي معانا هو كوباية من دقيق السميد، السميد العادي خالص بتاع البسبوسة يا جماعة، السميد السايب اللي بنجيبه من عند العطار، يكون سميد نوع نضيف بس كده كويس. هنروح على طول على النار في طاسة غويطة ووك او صينية غويطة، وهنحط فيها معلقة كبيرة حلوة كده محترمة من السمنة او الزبدة، وننزل عليها على طول بكوباية السميد اللي موجودة معانا وعلى نار متوسطة، ونبدأ نشوح السميد بتاعنا. مش عاوزينه يتحمر، مش عاوزينه يغير لونه اطلاقا، يا دوبك هنشوحه بس علشان يتغلف المادة الدهنية اللي معانا وياخد طعم وريحة السمنة بتاعتنا. طبعا لحد دلوقتي خطوات بسيطة جدا، والمكونات كمان مفيش ابسط من كده. كل اللي حطيناه كوباية من السميد عليها معلقة من السمنة او الزبدة، تقدري تضاعفي الكمية زي ما انت عاوزة، بس انا عاوزة اقولك اختبريه الاول في كوباية، عجبك هنكمل عليه، ما عجبكيش اوكي شكرا. بس عاوز اقولك هو هيعجبك جدا جدا، لان الطعم بتاعه رهيب في الاخر، طعمه خرافة. وزي ما انت شايفة المكونات بسيطة جدا، وزي ما هتشوفي معايا في الفيديو للنهاية ان الطريقة كمان مفيش ابسط ولا اسهل من كده. نشوحه بس كده تشويحة حلوة محترمة، انا ما بجريش الفيديو اطلاقا، ماشية معاكم بالخطوات واحدة واحدة اهو علشان تشوفوا الطريقة من الاول للاخر. شوحنا السميد بتاعنا مع الزبدة زي ما انت شايفة، وطبعا الزبدة سايحت خالص، انا ما سيحتش الزبدة من الاول علشان ما تتحرقش معايا وتعمل لون غامق في السميد، انا حبيت ان هما يمتزجوا ويتمكسوا كده مع بعض من الاول للاخر، تسيح وفي نفس الوقت يتشوح معايا. معايا هنا بقى على البوتاجاز، على عين البوتاجاز التانية معايا مية بتغلي، هنضيف على السميد بتاعنا مية بتغلي يا جماعة، ما نحطش مية من الحنفية، ما نحطش مية من الفلتر، وما نحطش كمان مية ساقعة. اهم حاجة الخطوات والتكات البسيطة دي. معايا كوباية اهي من المية المغلية، وزي ما انت شايفة المية مغلية اهي، وهضيف عليها كمان نص كوباية، يبقى كوباية السميد اللي احنا حطيناها ضفنا عليها كوباية ونص من المية. ليه حطينا كوباية ونص من المية؟ لان احنا طبعا عاوزين الدقيق بتاعنا يستوي معانا، دقيق السميد احنا حاطينه من الاول مش مستوي. هتلاحظي ان دقيق السميد عجن معاكي وعامل زي المية كده، طبعا هتتخضي وتقولي الوصفة باظت من الاول للاخر، لا الوصفة ما باظتش ولا حاجة، المية كده كده هتتبخر علشان الدقيق يستوي معانا. علي بقى النار وقلبي فيه وايديكي ما تسيبوش علشان ما يتحرقش معانا، يعني المعلقة شغالة كده والنار عالية، هنلاحظ ان هو بيبدأ ينشف اهو شوية بشوية، تفضل النار عالية معانا ونفضل نقلب فيه لحد ما المية تتبخر تماما يا جماعة. وبعد المية ما تبدأ تتبخر كده هيبان معالم الكسكسي بتاعنا. ما تستعجليش وما تتخضيش اطلاقا، خليكي معايا للنهاية وهتاكلي احلى واطعم طبق كسكسي ممكن تتخيلي. اظن ان انتوا شايفين ان التعجينة اللي كانت موجودة اول ما حطينا المية بدأت تختفي تماما، المية طبعا بدأت تنشف وبدأت تتبخر معانا. خليكي معايا، هو هياخد مثلا حوالي من 12 دقيقة لي 15 دقيقة كده على النار، اديكي فيه تقليب، ما تزهقيش وما تيأسيش، ده هو كل الوقت اللي هنسوي فيه، لان طبعا لازم يستوي، مش هناكل دقيق ني يعني، وفي الاخر هيبان معلمه وهيبان الكسكسي بتاعنا زي ما هتشوفي دلوقتي. طبعا بدأت المية تتبخر معانا تماما اهو، زي ما انت شايفة الدقيق بتاعنا بدأ يعمل كرات صغيرة، وادي كمان بعد ما اتبخرت اكتر واكتر الكرات ظهرت معانا. طبعا في ناس بتحب تاكل الكسكسي تكون الكرات بتاعته مليانة شوية، وفي ناس زي حالتي بتحب ان هي تبقى خفيفة خالص ومفرفرة كده وكل حباية لوحدها. فانا هاخد الدقيق بتاعنا كده بعد ما خلاص نزل من على النار وهو فيه كرات صغيرة شوية، بس انا بصراحة ما بحبوش الكرات تبقى صغيرة، انا بحبها اصغر من كده كمان،
هناخده بقى على الكبة بتاعتنا وهنديله ضربتين تلاتة لحد ما نلاقيه بقى صغنون خالص ومفرفر زي اللي بنعمله بالدي بالظبط، او زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. وادي طبعا شكله، شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ لونه حلو قوي قوي قوي، وريحته كمان خطيرة، والطعم كمان يا جماعة كان روعة جدا. هناخده بقى ونرش عليه كده شوية من السكر البودر، حاجة بسيطة خالص اللي بيحبش السكر الكتير، ولو بتحب السكر الكتير فزودي شوية. حط رشة من السكر باودر كده، ونحط بقى اي مكسرات انت بتحبيها او حتى اي مكسرات موجودة عندك، او لو عاوزة تكتفي بالسكر الباودر مفيش اي مشكلة، اكتفي بيه وما تحطيش اي حاجة تاني. انا حط رشة صغيرة كده من جوز الهند، وبعد كده هحط كمان شوية من الزبيب على الوش، وبألف هنا وشفا. وده هيكون الطبق بتاعنا النهاردة. زي ما انت شفتي ما كملش وقت خالص، ما خدش مننا مجهود، ما خدش مننا وقفة في المطبخ اطلاقا، ولا تحلى ولا اي كلام من الكلام ده كله، مجرد طاسة او وقع على النار وعملنا بيه احلى واطعم كسكسي ممكن تجربيه. طعمه حلو قوي، خفيف جدا جدا، عاوز اقولك من كتر سهولته هتعمليه كل يوم، اولادك هيحبوه جدا جدا. نقدر نعمله كده في فطار زي ما قلتلك، في عشاء، كسناك، في وسط الوجبات كده. وبالف هنا وشفا على قلبك وعلى قلب اولادك كمان. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، والوصفه البسيطه النهارده تكون عجبتكم. وارجع تاني واقول ربنا يبارك لصاحب الوصفه دي اللي عملها في الاول واللي اخترعها كمان. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير، ولو اول مره تشرفي قناتي ما تنسنيش في اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعايه الله وحفظه، ومع الف سلامه.